يسعد لي صباحكم ومساءكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتم تتابعون برنامجنا وبرنامجكم راديو رومانو. رجعنا لكم بحلقة جديدة وحلقة خاصة جدا واستثنائية، لأنها راح تكون حلقة مخصصة فقط لملف إقالة جوزيه مورينيو وتعيين دانييلي دي روسي خلفا له لتدريب نادي روما. خلوني قبل ما أبلش في هذه الحلقة أرحب بزميلي في هذه الحلقة وفي كل حلقة، سيف العبيدي. أهلا وسهلا فيك يا سيف. اهلا وسهلا بك يا جون، كل مشاهدينا ومستمعينا الكرام. يا اهلا وسهلا. خلوني قبل ما ادخل بصلب الموضوع اذكركم لا ننسى اللايك الكومنت، شيروا الحلقه حتى توصل لكل الرومانيستا في كل مكان وعشاق الكالتشو كذلك، نرحب فيهم كذلك. ولا ننسى انه نشترك ونفعل الجرس حتى يوصل لكم كل جديد لراديو رومانو اول باول. وسيف، خلينا قبل ما نبلش في محورنا الاول، خلينا على الأقل نشوف هذا الفيديو القصير وبعدها نبدأ بالحديث. سيف، خلينا على طول نبدأ بالمحور الساخن في روما حاليا، محور إقالة جوزيه مورينيو. الإقالة اللي جاءت بشكل ربما عاطفي أو درامي نوعا ما. بوابات التريغوريا بالأمس كانت يعني تجتاحها جماهير روما، ودعت جوزيه مورينيو بالدموع، وكانت أيضا تصب بعض الغضب على اللاعبين. ولغاية وصول دانييلي دي روسي كانت الأجواء ربما مشحونة في التريغوريا ودرامية بشكل أكثر من المعتاد. وداع جوزيه مورينيو خلف كواليس، خلف أرقام، وسنتين ونصف فيها تفاصيل كثيرة. أنا الآن أعطيك المايك، اسرد هذه التفاصيل وهذه الكواليس وبين لنا ما جرى خلال الأيام الماضية مع روما مورينيو. تفضل سيف. شكرا جزيلا يا جون. طبعا قصة جوزيه مورينيو مثل أي قصة بالأدب العالمي، مرت بمراحل. المرحلة الأولى كانت بها فرحة، والمرحلة الثانية معاناة، والمرحلة الثالثة فراق، وانتهت القصة على نهاية تكاد تكون حزينة للكثير من الرومانيستا، وتكون مفرحة لنسبة أخرى من الرومانيستا. النهاية الحزينة هي لمشجعين المدرب مورينيو، لمحبي هذا المدرب الفائز، مدرب يحصد الألقاب أينما ذهب. يكفي أن نقول أنه صاحب أول لقب أوروبي في تاريخ النادي اللي هو لقب الكونفرنس، كان قاب قوسين أو أبنى من الوصول إلى اللقب الأوروبي الثاني في الموسم الماضي لولا الحكم تايلر وتعملق الحارس بونو. كان من الممكن أن تكون النهاية مثالية أكثر لو أنه حقق اليوروبا ليج ورحل، لكن كما عودنا جمهور باقي الدوري الإيطالي وجمهور الكاتشو بصورة عامة، جمهور روما ليس بجمهور الجحود. يعني يمكن أنه أغلب الجمهور يتذكر لاعب معين أو تفصيلة معينة تجعلنا نتذكرها لسنوات طويلة. أعطيك مثال بسيط، لحد الآن جمهور روما يتغنى بلاعب مثل يان جامبيو لأنه سجل هدف على لاتسيو. يعني هذا دليل بسيط على أن جمهور روما ليس بالجمهور الجاحد. فكيف بمدرب فائز بلقب أوروبي أول كانت فيه الاحتفالات كبيرة جدا. لكن مثل ما إحنا نسرد الحقائق المفرحة، يجب أن نسرد بعض الحقائق اللي قد تزعج المورانيستا، لكن هذه هي حقائق ثابتة. ميركاتو روما اللي
ادعى جمهور مورينيو واللي ادعى محبيه انه روما لم تصرف شيئا ولم تجلب اللاعبين لمورينيو ولم تكن هنالك ادوات كثيره ممكن ان تساعد مورينيو في حملته التدريبيه مع روما خلال هاي السنتين ونص. هذه اول شيء ممكن نناقشه بهذا المحور. مورينيو تم جلب ما يقارب 25 او 26 لاعب تحت تصرفه خلال هذه السنتين ونص، بالبداية مع إبراهام بثاني أكبر صفقة بتاريخ النادي، وصولا إلى آزمون آخر أو هويسن آخر الصفقات، لأن اعتبرنا موسم الشتاء هذا أيضا. نعم 26 لاعب بصافي صرف تقريبا 150 مليون يورو. صحيح أن النادي باع لاعبين كثر، يمكن أهمهم تزيكو، مختاريان، أوليفيرا، بيدرو، كثير من اللاعبين المهمين، تقريبا 160 أو 66 مليون يورو صافي ربح للنادي، طبعا 160، لكن هاي ال 166 يورو أغلبها كانوا لاعبين خرجوا أما لأنهم على غير قناعة مورينيو، أما لأنهم لا يخدمون تكتيك مورينيو، وأما أنهم شباب صغار خرجوا لكي تتعادل الموازنة وتتعادل الميزانية كي لا يتعاقب روما. روما مر بالسنتين الأخيرة بظروف اقتصادية صعبة، ظروف من شأنها أن تجعل أي نادي يتم معاقبته، وتمت معاقبتنا أساساً من قبل الويفا لأنه خلقنا اللعب المالي النظيف، لكن هذا ليس بالشيء الذي يشفع تخبط وفشل مورينيو، لأنه إذا أردنا أن نفصل مسيرة مورينيو على هذه الثلاث سنوات، فالموسم الأول يعتبر موسم ناجح لأنه حقق لقب، الموسم الثاني يعتبر موسم معاناة مثل ما ذكرنا وكان قريب من اللقب، لكن الموسم الثالث لا شيء أبدا يشفع لمورينيو. ننتقل لتفاصيل المواسم. الموسم الأول مركز سادس 63 نقطة وخرج من ربع نهائي الكأس. الموسم الثاني مركز سادس أيضا 63 نقطة أيضا وخرج من ربع نهائي الكأس، وهذا الموسم بالمركز التاسع غادر مورينيو كثالث أسوأ موسم نصف موسم كثالث أسوأ نصف موسم منذ بداية الألفية الجديدة بعد موسم كابيلو 2002 وموسم الخمس مدربين. حصد 29 نقطة فقط في 20 مباراة، حصد 8 نقاط فقط خارج ملعبه، هذه أيضا نقطة تعتبر بالحسبان. المشكلة الأكبر هو عدد الأهداف القليلة المسجلة. الموسم الماضي مثلا هو أسوأ موسم منذ بداية اعتماد الثلاث نقاط، روما سجل 50 هدف فقط، هذا الشيء يعني مخجل، وأنت تمتلك لاعبين من قيمة ديبالا وأبراهام في الموسم الماضي، كذلك بيليغريني كان في بداية قبل أن ينحدر مستوى في هذا الموسم أيضا كان متألق في الموسم الماضي. هذه كلها عوامل لا تجعل لمورينيو حجة. طيب لماذا أنت تلعب ومصر على هذا التكتيك أمام الصغار والكبار؟ نلاحظ في كثير من المباريات أنه عندما يغير التكتيك مورينيو يتغير شكل الفريق. طيب إذا يتغير شكل الفريق لماذا تأتي المباراة اللي بعدها تبدأ بنفس التكتيك اللي خسرت فيه؟ أي مباراة في هذا الموسم تخلف فيها مورينيو بهدف كانت من الصعوبة أن يفوز فيها بنهايتها. هذه جعلت نسبة الفوز لمورينيو في المباريات لا تتجاوز 50%، وهي أسوأ نسبة في آخر 10 سنوات. يعني لكن أنت تتخيل أنه أسوأ من فونسيكا، أسوأ من سباليتي، أسوأ من الكثير من الأسماء في آخر 10 سنوات، حتى أسوأ من دي فرانشيسكو. هذه كلها عوامل، وإضافة إلها أكو عامل أهم من هذه العوامل كلها حسب وجهة نظر الرومانيستا، وهي الخمسة الكبار. الخمسة الكبار أنت عندما تلعب كل هذه المباريات ولا تحقق إلا عدد قليل من المرات في الفوز، هذا لن يشفع لك وسوف يجعل أمام مقصلة المباشرة من قبل الجمهور، وهذا ما حدث بعد مباراة لاتسيو. نحن نذكر الآن 5 مباريات أو 6 مباريات ضد الميلان ولا فوز، 6 مباريات أمام لاتسيو فوز وحيد، وآخر 4 مباريات لن يسجل روما أي هدف. 6 مباريات أمام الإنتر فوز وحيد، 5 مباريات أمام اليوفي فوز وحيد في مباراة كانت تحصيل حاصل، 5 مباريات أمام نابولي فوز وحيد كان نابولي فيها مطرود منه لاعبين 2. هذا كلها عوامل جعلت من الجمهور
صحيح هو مساند لمورينيو، صحيح احنا ذكرنا في واحدة من الحلقات انه الجمهور رفع مورينيو لكي يجعله في نفس الليفل مع توتي ودي روسي، انه لا يمس، وشاهدنا الكثير من الجمهور تجمع امام باب التريجوري خلف المدرب مورينيو يتصور معاه ويهتف له بعد رحيله. لكن نفس الوقت بعد مباراة لاتسيو الجميع صار ملام، لأنه لاتسيو في أسوأ حالاته وأنت لا تفوز على لاتسيو، ميلان في أسوأ حالاته وأنت لا تفوز على ميلان، نابولي أسوأ موسم فزت على نابولي بعد ما مثل ما قلنا تخلى في طردين، اليوفي حسب ما يقول جمهوره أنه هو موسم قبيح وموسم سيء وأيضا لم يفوز على اليوفي. ما الذي ينتظره مورينيو للفوز؟ أندية مثل سالتانا وتورينو وهيلاس فيرونا لم يستطع الفوز عليها. يعني هذه كلها نقاط جعلت من رحيل مورينيو مثل العرس بالنسبة لبعض المشجعين في روما. لا أنكر أني صراحة حزين للرحيل بهذه الطريقة، لكن خلينا نذكر جزئية معينة. لما نادي مثل جنوى قادم من الدرجة الثانية يذلك برباعية تخرج الإدارة لتعبر عن غضبها وتقول أنه سوف يتم طرد مورينيو في تلك المباراة حسب ما ذكرت التيمبو، بعدها فاز على كالياري برباعية، هدأ قليلا مورينيو من غضب الإدارة، أتت سلسلة من النتائج الإيجابية. لكن من غير المقبول أنه أنت تلعب بهذا الأسلوب أمام أندية كبيرة. نحن لم نفز منذ مباراة نابولي 4 مباريات حتى الآن، بعد مباراة نابولي 3 مباريات عفوا، ولم تحقق أي نقطة ولم تسجل أي هدف. طيب لما يكون الفريق بيتم الاستعداد أنت لا تسجل، لما يكون الفريق منقوص أنت لا تسجل، متى سوف تسجل؟ عدد الأهداف مسجلة قليلة جدا، يمكن أنه إذا استثنينا مباراة إمبولي اللي فاز بها روما بسباعية ومباراة كالياري اللي فاز برباعية، غيرها جميع المباريات انتهت بفارق هدف أو بالأكثر هدفين لهدف. هذه كلها نقاط لازم نخليها بالحسبان. مورينيو انتهت الفترة مالته مع روما، لكن خرج بتصريح جعل عشاق روما حزينين كثيرا بالليل لما طلع بتصريحه على الانستغرام. صراحة أنا حزنت على هذا الرحيل، لأنه لم أكن أتمنى أن يكون بهذه الطريقة ولا بهذا التوقيت صراحة، لأن هذا التوقيت توقيت صعب. ديروسي لا يملك عصا موسى وليس بساحر لكي يقوم بتغيير حال روما. نحن نتكلم عن لاعبين مصابين بقيمة سمولينج، بقيمة ديبالا، صحيح ديبالا اليوم رجع للتدريبات، لكن كثرة الغيابات أيضا تؤثر على روما، هبوط مستوى بيليغريني، عدم قدرة لوكاكو على التسجيل أمام الكبار، الكثير من العوامل اللي ممكن تؤثر على مسيرة ديروسي. لكن مثل ما عهدنا ديروسي بالحب والقلب لن يتأخر على روما أبدا عندما كان لاعب، ولم يتأخر كذلك بالرد عندما كان مدرب. عندما أصبح مدرب في أول محاولة لروما للإدارة لجلبه جلبته. تفاصيل ديروسي أتمنى أنه تنقلها بدون عاطفة. نحن الرومان عندنا محبة ديروسي بعد محبة توتي لا يمكن النقاش فيه، فأحب أنه تخلينا بالصورة يا جون بعيدا عن العاطفة، تخلينا أمام تحدي ديروسي في هذه 6 أشهر، كيف سيكون وإلى أين سيؤول به الأمر في نهاية المطاف؟ طيب أولا أنا أشكرك على هذا السرد بالنسبة لجوزيه مورينيو، وبكل تأكيد لا أحد سينسى ليالي تيرانا وبودابست، وبكل تأكيد الجال روسي لا تنسى من يخدم الشعار ويخدم القميص حتى اللحظة الأخيرة، ولحظات السعادة والفرح في السراء وفي الضراء دائما جل روسو إلى النهاية. وبالنسبة على طاري الحديث عن الجال روسو، فإحنا نتحدث عن الرومانيسمو الأول، قائد الكورفا كما يلقب، الكابيتانو فيوتورو حتى النهاية، دانييلي دي روسي اللاعب اللي اليوم يمكن هو بثوب المدرب يذكرنا بآخر مدرب درب في روما كان كلاوديو رانييري،
الذي أيضا في منتصف موسم وصل إلى روما وقاد روما في ذلك الموسم حتى وداعية دي روسي، وقال التصريح الشهير: إذا روما طلبتني لا أستطيع أن أقول لا. ودانييلي دي روسي هو كذلك نفس الحالة، الدم جالو روسو. فبالتالي واضح تماما أنه هذا التوجه عند كل الرومانيزمو بشكل عام. إحنا اليوم مش بصدد أنه نناقش دانييلي دي روسي كلاعب، وإنما نريد أن ننحي العاطفة كما ذكرت، نريد أن نطرح بعض الحقائق عن دانييلي دي روسي كمدرب، كتجارب، وكذلك كشخص، هل هو فعلا كفء أو قادر أو يملك على الأقل بعض البوادر اللي ممكن من خلالها يقود النادي إلى بر الأمان حتى نهاية الموسم. طبعا قبل ما أبلش بموضوع دي روسي وأرقامه وكل التفاصيل، دي روسي حصل على عقد مؤقت 6 أشهر فقط، لكنه قابل للتجديد لموسم أو موسمين مقبلة. دي روسي رفض أن يحصل على راتب عالي، بل حصل على أقل راتب ممكن لمدرب في روما، وعلى الهامش مورينيو سيحصل على 3 إلى 3.5 مليون هي بقية عقدة، لا يوجد هناك أي تفاصيل أخرى سيحصل عليها مورينيو، لأنه هذا كان الاتفاق ما بين فريدكن ومورينيو. بالنسبة لدانييلي فقط كان شرطه الوحيد أنه يحصل على مكافأة الوصول إلى دوري الأبطال في حال إذا نجح في هذه المهمة، وفي نفس الوقت طلب دانييلي حسب الكثير من المصادر أنه بينتو يستمر معه حتى الصيف، ولكن البرتغالي رفض وقال سأحترم كلمتي للنادي وللجمهور، وبالتالي سأخرج في فبراير. وهذا أيضا سيعطي المجال لي المدير الجديد أنه يصل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله ليكون إلى جانب دانييلي دي روسي. طبعاً دانييلي كان يريد أن يكون هناك إداري حقيقي إلى جانبه في هذه الفترة، وبالتالي على الأقل بينتو على دراية بكل خبايا روما ل3 سنوات، وبالتالي هو مدرب جديد ولا زال يحتاج إلى الخبرة والتجربة ويحتاج إلى من يسانده في مثل هذه الظروف. لكن واضح تماماً أنه حتى إدارة فريدكن مع كلمة الرئيس، مع دعم الابن راين لدانييلي دي روسي، حتى في أول ميران تدريبي فريدكن يظهر يحفز الفريق، دي روسي أيضا في أول ميران يحفز اللاعبين. فواضح تماما أنه هناك جو لاحتواء هذا الفريق قدر المستطاع للوصول إلى بر الأمان في أقرب فرصة ممكنة، لأننا نتحدث عن فريق يمر بحالة نفسية وحالة معنوية سيئة، بالإضافة إلى الحالة الفنية والتكتيكية اللي إحنا راح ندخل في صددها الآن. سريعاً بالنسبة لتجارب دي روسي، التجارب ليست كثيرة، تجربة على مستوى مرحلتين مع المنتخب الإيطالي كمساعد، ربما جعلت من دي روسي يحتك أكثر بغرف تبديل الملابس كشخص قيادي وإداري وليس كلاعب كما كان في السابق، ولربما هذا الأمر يخلق توازن لدي روسي أنه يعرف كيف يضبط أوتار غرف تبديل الملابس كما كان سابقا كقائد للفريق. 4 شهور فقط قضاها مع نادي سبال في السيريا بي، 17 مباراة فقط، نتحدث عن 3 فوز 6 تعادل و8 هزائم، فترة قصيرة جدا، صعب أنك يعني تحكم فيها على دي روسي أنه فشل بشكل نهائي كمدرب، لأننا نتحدث أيضا عن تجربة دي روسي عندما يمسك روما كفريق أول بشكل كبير تذكرك حتى بتجربة بيرلو اللي خلال أيام من تعيينه كمدرب لفريق تحت 23 لدى اليوفي فجأة أصبح مدرب الفريق الأول وقدم موسم أعتقد كان مقبول بالنسبة لي اليوفنتينو حتى نهاية الموسم، وقدم يعني ربما مردود من ناحية أرض الملعب وكذلك من ناحية النتائج كانت إلى حد ما مقبولة بالنسبة لليوفي خلال تلك الفترة. والآن إحنا أيضا بنفس تقريبا هذه الفترة مع دانييلي دي روسي، النتائج متردية وكذلك الأداء في حاجة للانتفاضة مجددا. بالنسبة للأداء مع دانييلي دي روسي كطريقة لعب وبناء لعب، بناء اللعب بالنسبة لدانييلي دي روسي أو الرسم المفضل لدانييلي دي روسي، خلينا نبلش بالرسم بعدين نروح لطريقة اللعب. الرسم المفضل لدانييلي، سبال كان يلعب بخطة الرباعي الدفاعي، دانييلي عندما وصل لهم
غيرها لخطة الثلاثة دفاع، 3-5-2 أو 3-4-2-1 أو 3-4-1 بالضبط، متناسقة مع الأفكار اللي أوريدي كان مورينيو يغذي فيها هذه المجموعة. لكن الفارق ما بين دانييلي دي روسي ومورينيو في تفاصيل معينة كطريقة لعب، اعتماد دانييلي دي روسي على الخط الخلفي في عملية بناء اللعب دائما يعتمد على أنه يكون عنده قلوب دفاع يمررون الكرة بشكل مستمر وفي نفس الوقت يجيدون اللعب بالكرة، أي بناء اللعب يبدأ من الخط الخلفي، ظهيرين أكثر حركية أحدهم يكون أكثر ميلان للهجوم، وبالتالي في هذه الحالة ممكن يحاول دانييلي أنه ينشط هذا الجانب اللي خلال الفترة الأخيرة كنا دائما في حلقات سابقة نذكر أنه الأظهرة أو الأجنحة لدى روما لديها مشكلة من ناحية دعم الخط الهجوم. خط الوسط بالنسبة لدانييلي يعتمد في وجود لاعب يجيد اللعب العمودي، يجيد اللعب للأمام، يستلم الكرة يضبط أوتار خط الوسط، بمعنى استلام وتسليم وكذلك التقدم للأمام، محاولة الوصول إلى مناطق الخصم بأقل عدد من التمريرات. طبعا احنا نتحدث عن بوفي، باريديس وكذلك كريستانتي، الثلاثة يملكون هامش حركي ويملكون أيضا هامش اللعب بالكرة بشكل جيد، تحديدا باريديس أكثرهم وأفضلهم من ناحية لعب التمريرات الطولية أو الطويلة، كذلك كريستانتي بدرجة أخرى. بوفي هو اللاعب الحركي بالنسبة لدانييلي دي روسي، طبعا مع وجود بيليغريني أو ديبالا خلف المهاجم أو بخط واحد مع المهاجم، بمجرد وصوله إلى خط الوسط أو على مقربة من خط الوسط هذا يعطي فرصة أنه يكون نقل الهجمة بشكل أسرع كتحول، وفي نفس الوقت أيضا دي روسي يعتمد في طريقة لعبه على المنطقة المتوسطة، يحاول قدر المستطاع أنه لا يكون في مناطق منخفضة من الملعب كما كان مورينيو، ربما في حالة دفاعية يستعين بهذا الأسلوب، لكن يحاول دي روسي أنه يكون دائما منطقة وقوف الفريق في منتصف الملعب، بالتالي قطع الكرة يكون بمسافة أقصر وكذلك يكون بمدة زمنية أقصر، وبالتالي أنت في أقل عدد من التمريرات ممكن أنك تصل لمناطق الخصم. هذا طبعا تقريبا هامش بسيط جدا على طريقة لعب دانييلي اللي هي بينت يمكن مع فترة إسبال، لكن ما راح أدخل في تفاصيل أكثر دقة فيما يخص دي روسي لأنه في النهاية أعتقد التجربة الحقيقية ستكون مع روما، إسبال ليست بمرجع بالنسبة لنا، لكن إحنا نطرح كل التفاصيل على أساس أنه تكون الأمور واضحة كتفاصيل أو فوارق ربما تظهر لاحقاً مع دانييلي دي روسي. سريعاً الفريق الخاص بدانييلي دي روسي، جياكوماتزي هو مساعد دانييلي، مانشيني هو المساعد الفني وصديق لدانييلي، تشيكوتشي هو محلل المباريات، برناردلو هو مدرب رياضي بالنسبة للتيم، فاريلي هو حارس روما لمن يتذكر في موسم 19-20 هو سيكون مدرب للحراس. إذا أردت أن أختم بالنسبة لدانييلي دي روسي، لماذا علينا أن نتقبل الوضع الآن؟ هل لأنه دي روسي هو ابن النادي أم لأنه لا يوجد هناك طريق آخر إلا هذا الطريق؟ اختيار دي روسي هو عاطفي من دون أدنى شك، دي روسي وافق على المهمة لأنه دائما يبدأ بالقلب وليس بالعقل، حتى هو مسيرة كلاعب بدى القلب على العقل، رفض العروض من أجل روم وقال أن خسرت الكثير لكن أردت أن أكون في هذا النادي، الآن هو يبدأ مع هذا النادي كمدرب، والمرحلة هذه تعتبر المرحلة البداية الحقيقية لتدريب دي روسي، مدرب قليل الحيلة قليل التجربة، صعب جدا أنك تعول على تجربته وعلى نضجه كمدرب وليس كلاعب، ننسى دي روسي كلاعب لكن هناك دي روسي مدرب الآن، شخصية لابد أنها تختلف، شخصية لابد أنه على مستوى الملعب أنت تتقبل كل خطايا مهما كانت، ترضى فقط في النتيجة النهائية. المسألة ببساطة الآن ليس مدرب فائز في الملعب، هناك مدرب الآن يشق طريقة في عالم التدريب، الآن هو يبدأ في النضج تدريجيا، يبدأ بكسب الخبرة، يبدأ
تلقي الدروس تدريجيا، سواء من مدربين من خصوم، سيتعرض للضغط وهو موجود في بيئة مضغوطة الآن جدا، في فترة حساسة جدا. ديروسي وصل إلى غرفة تبديل ملابس إلى حد ما ربما يكون هناك بعثرة فيها، هناك مشاكل، هناك تذمر كان لدى اللاعبين، وهذا ما كشفت التيمبو في حديث راين فريتكن مع بعض اللاعبين، تذمرهم من طريقة مورينيو في الأيام الأخيرة. الآن ديروسي عليه أن يلملم شتات هذه المجموعة نفسيا وذهنيا، وكذلك لابد أنه يعالج الأخطاء السابقة لطريقة لعب الفريق من الناحية الفنية والتكتيكية. إذا أردنا أن نقول أنه ديروسي هل من الممكن أن يصل إلى شيء لاحقا مع روما؟ أمامك 6 أشهر، 6 أشهر فيها مباريات أمام الكبار متباعدة إلى حد ما، لكن عندك جدول أوروبي مهم، وعندك مواجهة صعبة أمام فاينورد. الطريق إلى اليوروبا ليج أعتقد الآن أصبح أعقد على روما مع ديروسي، لأنه هذا ليس بمورينيو ولا يملك الخبرة والتجربة الأوروبية لكي يتعامل مع مباريات الذهاب والإياب كما كان يتعامل معها مورينيو. بالتالي هذا أيضا اختلاف راح نشهده على مستوى شريط أو خط سير الفريق، إذا أردنا أن نقول بصورة أوضح. الدوري كيف ستتعامل مع مباريات مستوى جدول سيكون بين مباراة ومباراتين وثلاثة في بعض الأحيان في أسبوع واحد، مع الغيابات مع الإصابات كيف ستتعامل مع التعثرات إن حدثت ولديها هامش إنها تحدث بكل تأكيد. مهمة 40 نقطة اللي إحنا ذكرناها سابقا في حلقات، إنه مهمة 40 نقطة للوصول إلى المركز الخامس أو الرابع في نهاية الموسم من أجل الشامبيونز ليج، هل من الممكن إنه ديروسي يحققها؟ مهمة بكل تأكيد، تعتبر صعبة وصعبة جدا بل معقدة على ديروسي، وفي مهمة لا يحسد عليها، لكن بكل تأكيد كجمهور الآن سنعطي كل الحب وكل التقدير وكل الدعم لديروسي، ويفترض بجمهور الأولمبيكو لا يترك الأولمبيكو، لأن ديروسي والفريق بحاجة هذا الجمهور. وأعتقد أنه الآن حتى لو سألت مورينيو الذي يعتبر نفسه رومانيستي وذكر أنه سيبقى مخلص للجالروسي وجمهورها حتى في الرسالة الوداعية، إذا أردنا أن نكون نسأل الآن مورينيو ماذا تريد، سيقول لك أتمنى أن الجمهور يستمر في دعم ديروسي. بالمناسبة ديروسي كان من أوائل الأسماء التي حاول مورينيو أنه يجلبها للفريق قبل حتى سلفاتوري فوتي لكي يكون مساعد له، وأيضا يكون أحد ضباط الإيقاع على مستوى غرف تبديل الملابس. فأعتقد أنه ديروسي الآن في فترة انتقالية، النادي يمر بمرحلة صعبة، الميركاتو الشتوي لا نعلم إذا كان سيكون هناك هدية أخيرة لبينتو سيقدمها لديروسي أو لا، لكن المعطيات هي أمامك والسكواد هذا هو المتاح، من سيصاب ومن سيكمل معنا. ديروسي قال للفريق أريد أن نعض على الأسنان في فترة الصعوبة، نريد أن نقدم كل شيء للجمهور، للقميص، للنادي، نريد أن نثبت شيء لأنفسنا وللجميع. كلمات تحفيزية رائعة، لكن أعتقد من وجهة نظري في الملعب هو البرهان الحقيقي بالنسبة لي تجربة ديروسي إذا كانت ستنجح أو ستفشل. سنمر بعقبات، سنمر بلحظات صعبة، في النهاية المدرب أيضا يحتاج لمثل هذه التجارب على أساس أنه نوعا ما يكمل في شخصيته، نوعا ما يسقل هذه الشخصية كمدرب وليس فقط كقائد أو لاعب. مبارياتك المقبلة أعتقد جدول فيه مباريات عديدة في المتناول، على الأقل أطلب من ديروسي أنه تكون نتائج روما في المباريات اللي هي على الورق روما يتفوق فيها كسكواد وطريقة لعب، أتمنى أنه يظهر ما لم نشاهده سابقا وما لم يأخذ الفرصة لكي يجعل الناس تشاهد منه كمدرب. كل التوفيق طبعا لدانييلي ديروسي. أنا بالنسبة لي راح أختم هذه المرحلة الانتقالية التي وصفتها أنها بلا عنوان، لكن أنا أعطيك كلمة قصيرة تعلق على هذا الطرح، وأيضا إذا كان عندك أي توقع أو قراءة مبدئية على ضوء ما ذكرت يا سيف تفضل. طبعاً
مثل ما نقول بالعراق عاشت ايدك على هذا السرد الممتع. اتوقع انه ما في اي رومانستي راح يختلف معك ولو بجزئيه بسيطه على ما قدمته يا جون. اللي شخصيا اتمناه هو التوفيق التام لديروسي ورجاله في المباريات القادمه، و امل شخصي يعني او خلينا نسميه رجاء من ديروسي انه يستمر في دعم الشباب. مورينيو على الرغم من كل النقاط السلبيه اللي ذكرناها له ايجابيه انه امن ببعض الشباب ورفعهم للفريق الاول. نحن نتحدث عن لاعبين الان حصدوا ثمار دعم مورينيو بانهم صاروا اساسيين امثال بوفي، لاعبين امن بهم مورينيو في المواسم السابقه مثل زالفسكي، في هذا الموسم مثل باغانو بيسيلي، الكثير من اللاعبين الشباب. اتمنى انه يكون لهم هامش في المباريات القادمه في حال وجود اصابات، وان لا يتم حصر لعبهم في اخر 10 دقائق او 5 دقائق. فمن القلب شكرا مورينيو على كل اللحظات السعيده اللي عشناها معك، شكرا ايضا على دعمك لهؤلاء الشباب الرومانستي واللي اغلبهم رومانو القلب. هذا دافع ايضا لهم ليقدموا الكثير. اتمنى كل التوفيق لدي روسي مع روما للوصول الى ابعد نقطه ممكنه في هذا الموسم، ومجرد طلبه لمكافاه دوري الابطال هذا معناه انه هو حاط نصب عينه انه يكون الهدف في نهايه الموسم هو التاهل للابطال. فنتمنى لهم التوفيق جميعا، ونتمنى انه الرومانيستا يعودوا متحدين بعد هذا الفتره من الجفاء ويبقون خلف الفريق، لانه الفريق باقي والشخوص راحلون. واتمنى تعجبكم الحلقه، واوجه بالاخير تحياتي لكل الجمهور اللي وصل ويانا لهذه النقطه، وتحيه خاصه لمخرجنا احمد كريم، والكلمه الاخيره عندك يا جون. شكرا لك يا سيف على تواجدك معي في هذه الحلقه، اثريتنا وكانت جلسه حاولنا انه نختصر فيها الكثير من الامور فيما يخص جوزيه مورينيو وانتهاء المرحله وبدايه مرحله جديده انتقاليه، اللي هي بكل تاكيد صحيح هي بلا عنوان، ولكن انا اتفق معك نحتاج فيها الى الصبر، نحتاج فيها الى الهدوء، نحتاج فيها الى ضبط النفس وعوده لحمه الفريق وشحذ الهمم للفتره المقبله اللي هي مرحله بكل تاكيد ستكون صعبه، لكن سنحتاج فيها الى صبر كبير للمدرب وكذلك على اللاعبين. وما ستؤول إليه الأمور أعتقد أنه سنكون بصدد مناقشته في الحلقات المقبلة. وعلى طاري الحلقات المقبلة لا تنسونا باللايكات الكومنتات، شيروا الحلقة، وكذلك لا تنسون اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصل لكم كل جديد أول بأول. نتمنى يا رب أنه تكون الحلقة هذه عجبتكم، وبكل تأكيد حلقاتنا المقبلة مستمرة معاكم برصد كل ما هو خاص بنادي روما سواء في الكواليس أو ما هو أمام الكاميرات والشاشات. شكرا جزيلا لكل من وصل معنا إلى هذه الدقيقة، نتمنى أنه ما تحرمونا من دعمكم. راديو رومانو مستمر معكم وبكم. شكرا لمخرجنا أحمد كريم ولكل مشاهدينا ومتابعينا. شكرا لسيف العبيدي مرة أخرى، ونلتقيكم على خير. غراتسي أتوتي، فورسا روما بير سيمبري، تشاو تشاو.